اوكي، اهم حاجه دلوقتي ان احنا كنت حابب اقول بس المواصفات بتاعه ال 550 دي قبل ما نبدا ان احنا نستخدمها ونجربها ليكم. الكاميرا بسنسور بتاع 18 ميجا بكسل، فده نقدر نقول ان هو افكتيف وكويس جدا ان احنا لو هنطبع صور حجمها كبير، يعني اكبر تقريبا من ال A3، هتطبع مرتاح جدا من غير اي قلق ومن غير ما يظهر اي نويز او حاجه في الصوره. الكاميرا فيها البروسيسور ديجيك 4، مناسب جدا على الكاميرا ديت، خلي البروسيسنج بتاع الكاميرا سريع في نقل الصور، في الداتا نفسها، في التصوير، في الكلام ده كله. بروسيسور مش ما يعتبرش بطيء ونوعا ما جديد الديجيك 4 دوت اللي مكمل. الايزو في الكاميرا بيعلى لغايه 6400، ان هو من 100 ل 6400 اكستندبل. بتبدا، يعني انا لما استخدمتها وصورت بيها قبل كده حسيت ان هي بتبدا يظهر فيها نويز من حوالي الايزو 1600 فيما فوق، لكن قبل ال 1600 ده كله يعني الواحد ما يقلقش خالص. الكاميرا السنسور مساعد كويس قوي انه ما يطلعش نويز لغايه ال 1600. فيها 9 اوت فوكس بوينت. الاوت فوكس بوينت دي بتساعد في الكاميرا ان لو كل ما بتزيد كل ما بتتسرع ان الصوره الكاميرا تلقط فوكس من اماكن مختلفه بشكل اسرع. ف انا شايف برضو ان الواحد يبدا بكاميرا فيها نايت مود فوكس بوينت، يعني مفيش اهم من كده، بس يعني كويسين، يعني الواحد ما يقلقش، مش هتبقى بطيئه تماما. فيها طبعا لايف مود للفيديو، لو الواحد بيصور فيديو او كده نقدر نستخدم ال LCD بانل اللي ورا ديت نتفرج على الفيديو منها، ولو احنا بنعمل فوكس او اي حاجه والكاميرا السكرين الريزولوشن بتاعتها 1040 كي، فده معناه ان احنا في شمس او كده الالوان بتبقى واضحه و LCD بتبقى منوره كويس قوي، فمفيش اي قلق ان احنا نحس ان وقت الاستخدام الصوره ما تبقاش واضحه او كده. الكاميرا بتفتح من يعني من شوت داون لغايه الاوبن بتفتح في اقل من 0.1 سكندز، فده يعتبر وقت سريع جدا في ككاتيجوري كاميرا من الكاميرات ديت. ونحط دلوقتي بس البطاريه عشان نفتح لكم الكاميرا ونبدا نجرب. اوكي، نحط البطاريه عشان نفتح لكم الكاميرا ونبدا نجربها. وانا البوينت ديت قلتها من الاول بس حابب اقولها تاني، الكاميرا بجد البطاريه بتاعتها كويسه جدا، ويعني انا دايما حاولت، يعني كان ليا ناس صحابي بيصوروا بال 550 دي، لما جربتها واستخدمتها فتره طويله حسيت الكاميرا ممكن تعيش مرتاح قوي 600 صوره قبل ما تبدا ان الباتري تطلع اوت اوف تشارج. ركب العدسه. دي اول حاجه بتظهر لنا لما بنفتح الكاميرا، ان احنا بنسيت التاريخ والوقت والحاجات دي كلها اللي بتظهر في الصوره بعد كده عشان تعرفنا احنا صورنا الصوره ديت امتى وفي يوم ايه. اوكي، ده الانترفيس الموجود في معظم الكاميرات الكانون، سيمبل جدا، يعني احنا لو حاطين الكاميرا على السمارت مود اللي هو هنا بيبقى فوق الاخضر دوت، الكاميرا بتكتب لنا هنا فول اوتو، بما معناه ان الكاميرا بتعمل كل حاجه، يعني بتظبط الشاتر، فتحه العدسه والاكسبوجر وكل حاجه، لان احنا ما بنحتاجش اي حاجه لمجرد ان احنا نزوم ان واوت ونصور على طول، مش اكتر من كده. وايفن لو الكاميرا لو العدسه محطوطه على اوتو فوكس هي بتظبط الفوكس على طول من غير اي مشاكل. تحت هنا ظاهر البرسنتج بتاع البطاريه، لو بتقل بتظهر قدامنا على طول. ولو ناخد بالنا ان بعد كده كل ما بنغير حاجه في المودز هنا يبدا يتغير الاستخدام بتاعنا، حطينا على بروجرام مود فتح لنا هنا الجزء بتاع الاكسبوجر مبينه لنا بالفاليوز بتاعته، ظاهر الوايت بالانس مكتوبه اوت وايت بالانس، ان احنا كنا عاملينها كونتينيو شوتنج ولا سنجل شوت مكتوبه، والايزو ظاهر ان هو اوتوماتيك. لو غيرنا على شاتر، لو غيرنا على ابرتشر مود او فول مانيوال مود بيطلع لنا كل حاجه، سرعه الشاتر سبيد، فتحه العدسه، الايزو، ان احنا مانيوال مود، وايت بالانس، اكسبوجر. الكانون 550 دي في ناس كتير قوي، يعني قبل ما تبدا تتعلم تصوير بتجيبها بتبقى هادفه ان هي عشان تصور بيها فيديو. انا بصراحه من الناس، يعني انا نيكون يوزر بس معترف ان كانون لغايه دلوقتي متقدمه بفرق كبير قوي ما بينها وما بين نيكون في التصوير بتاع الفيديو. 550 دي بتصور 1080 فول اتش دي 25 فريم بير سكند، وده يعتبر كويس جدا للحركة، ما بتظهرش ان هي بطيئة.
و انا شايف موضوع اللي اتكلمنا فيه ان الالوان بتاعت السكرين عاليه جدا ده في تصوير الفيديو بيساعد لانه ما بين يعني لوحده بالمانيوال يعني بالمانيوال فوكس بالعدسه في الفيديو الصوره بتبقى واضحه جدا. يعني لو فتحنا دلوقتي اللايف فيو باين عندنا كل حاجه من الكواليتي بتاع العدسه وبتاع السكرين، الوان واضحه وحجمها كويس قوي 3 انش في تصوير الفيديو. انا شايف ان هو كافي كويس قوي في اي وقت ان احنا يبقى شايفين الصوره واضحه قدام. فدي ادفانتج انا بعتبرها. لو في ناس بتكمبير احنا بعد كده هنعمل مقارنه ما بين المنافس بتاع 550 اللي هي نيكون ال 500 بس ما كانتش متوفره عندنا النهارده. انا من رايي ال 550 دي تتفوق عن نيكون ال 500 في الفيديو، مع ان ال 500 صور فول اتش دي، بس انا ستيل مقتنع ان الكانون احسن بكتير قوي كالوان وكسرعه فريمز بير سكند بتصور فيها وان هي فول اتش دي. تاني حاجه ال 550 دي كاميرا موجوده من فتره، فتوفر الاكسسوارات والباتري جريب بتاعها والبطاريات والحاجات دي كلها موجوده اسهل بكتير من النيكون 500، لان في ناس انا لاحظت بتسال هنا في مصر عن الباتري جريب والبطاريات بتاع بشكل عام بتاع النيكون 500 ستيل مش متوفره بشكل كبير زي الكانون 550 دي. في التصوير لو الناس اللي مهتمه بالفوتوجرافي نرجع للموضوع الاساسي بتاع الكاميرا نفسه، انا من رايي ومش يعني مش بدون تحيز ولا حاجه، بس اللي احنا بنقارن ده 18 ميجا بكسل والنيكون ال 500 16.2 ميجا بكسل، الاثنين الفروق ما بينهم قريبه قوي يعني ما شيء لا يذكر ال 2 ميجا بكسل دول في الطباعه، وعلى ما بنستخدمه ديجيتال او على شاشه الكمبيوتر الكلام ده كله مش هيأثر، يعني الا لو احنا بنكروب الصوره باكتر من نسبه مثلا 50% ولا حاجه اللي هي نص الصوره كامله. ففي التصوير انا شايف ان ده موضوع اذواق، الناس ممكن تشوف الكانون بتطلع صوره اوفر كونتراست شويه، في ناس بتحب الصوره يبقى فيها الوان قويه قوي، فانا بقول يروحوا للكانون على طول لان دوت يعني شيء بيبقى واضح لو صورنا بالكاميرتين على طول. النيكون بتدي الوان طبيعيه ومش اوفر كونتراستد زي الكانون، وفي ناس برضو ارجع اقول بتحب الموضوع دوت لو هي دي نظرتها او ذوقها فيبصوا لل 500. لكن عشان ما اتوهكمش اللي هيهتم بالفيديو وعايز الناس تلاقي تصوير فوتوغرافي كويس قوي يروح ل 550 دي من غير ما يفكر، وبالذات ان برجع اقول ان سعرها بالعدسه يعني اكتر ممتاز، انا مش شايفه غالي او حاجه. اوكي انا تقريبا كده قلت يعني كل حاجه بشكل مختصر شويه عشان مش عايز انا اتوه الناس قوي، مواصفات الكاميرا ومقارنه بسيطه خفيفه قوي لغايه لما نعمل ان شاء الله تكون موجوده 500 ونعمل مقارنه كامله ما بين الكاميرتين. فطبعا احنا دلوقتي يعني من اول كورس دوت احنا هنعمل شانل على اليوتيوب اللي انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي، اي اسئله موجوده يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتس عشان بعد كده نرد عليكم فيها وما نبقاش نبقى على حد بالمعلومات يعني. وهننقل بقى دلوقتي الفتره اللي جايه ديت للجزء بتاع اللينس ريفيو، وهنعمل النهارده اللينس ريفيو للنيكون 55 300 الفي ار.